مكناسي الذي حل في المرتبة الثانية وتركي يوسف في المرتبة الثالثة من الجمعية الرياضية البيضاوية الأسيستي. كذلك ننادي على أقل من 23 سنة شكري عزيز من نادي الجمعية الرياضية البيضاوية وأيت بوعزة من نادي أبي أزرو. أيت بوعزة. إذن هذا الأبطال ننادي عليهم للالتحاق بالمنصة. وكوكب الآن تدخل بعد عناء مرير كوكبا، نشجعهم كذلك. أسماء دراوي. وننادي على البطل الزهراوي بوشعيب وهو ابن ابن منطقة ابن سليمان. تحية لهذا البطل. الزهراوي بوشعيب من بن سليمان وهو ممارس قديم في رياضة الدراجات، كان يمارس مع الأولمبيك الرياضي البيضاوي والآن يمثل كذلك مدينة بن سليمان في هذا السباق. هو هذا الزهراوي. الزهراوي.